اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامج المرايه. ان شاء الله النهارده هيكون موضوع حلقتنا هو نفس موضوع حلقه امبارح، اللي هو الزواج التكاوي او الزواج التاني. هو نظرا لكثره المكالمات وكثر الاستفسارات امبارح ما لحقناش بصراحه نكمل الموضوع زي ما كانت الدكتوره عايزه تشرحه، يعني كانت عايزه تقوله كامل او عايزه توصل لنقطه معينه ما لحقناش، فقررنا ان احنا ان شاء الله النهارده هيكون استكمالا لحلقه امبارح. وهستنى اسئلتكم واستفساراتكم برضو على الارقام اللي هتنزل على الشاشه، ممكن تشاركوني الراي، ولو حد عنده سؤال برضو يبعتهولي على الصفحه الخاصه بالبرنامج او الصفحه الخاصه بالقناه او على الارقام اللي هتنزل على الشاشه. وهستنى برضو اجاباتكم، وهيكون معانا 10 فائزين، مسابقه كل يوم سؤال وهيكون معانا 10 فائزين، ان شاء الله ربنا يكسب الجميع. وهتكون الهدايا قيمه جدا مقدمه من الاكاديميه الدوليه لتطوير الذات، والهدايا عباره عن دورات تدريبيه واستشارات نفسيه وكرنيهات عضويه. ان شاء الله حظ كويس للجميع باذن الله. ودلوقتي هرحب بالدكتور جيهان حسين، استشاري نفسي واسري ومؤسس ومدير عام الاكاديميه الدوليه لتطوير الذات. اهلا اهلا بحضرتك يا دكتوره. الحمد لله. معلش، هو انا امبارح اخذتك في حته تانية في الحلقه، وحضرتك كنت عايزه تتكلمي في موضوع، يعني عايزه تلمي الموضوع، فقلتي ان احنا عايزين ناخد حلقه تانية نكتمل فيها الكلام كله. طيب. فانا دلوقتي عايزه ابتدي مع حضرتك بالنسبه للزوجه التانية، امتى تقبل؟ امتى بتقبل الامر ده؟ مش هتكلم في الزوجه الثانيه دلوقتي. طيب تمام. بعد اذنك يعني. طيب اتفضل. اولا اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. وانطقنا بالحق، ولا تجعل لانفسنا نصيب. ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. بصي حضرتك. انا مش هقاطعك خالص عشان تقولي براحتك. ان الله يامركم من عمل منكم عملا ان يتقنه. تمام. وانا عملي الكلام. تمام. ودوري ان ادي رساله، يأديها صح يقعد في بيتنا. فحضرتك انا حتى في المحاضرات، والحمد لله لو دخل علينا طلبه من بتوعنا كله عارف ان انا ممكن اقعد في سؤال لطالبه اكمل المحاضره واقول لهم هنكمل بكره. بس نوصل لها المعلومه يعني. لازم لازم المعلومه توصل كامله وواضحه، واللي يخرج من عندي يفهمها يا اما ابقى انا فاشله. لا لا لا، خلاص لله. تمام. طيب. فانا عندي اتفقنا ان كل موضوع انا بشوف الاوجه اللي فيه. واتفقنا ان لو الزوج والزوجه اتنين، لما اتكلمنا في الزواج قلنا دول طرفين مسؤولين عن العلاقه اللي بينهم حلوه او وحشه. وما بحملش الخطا على واحد، لانه ممكن يكون واحد وحش بس ممكن يكون واحد ساعد على الاوحش. تمام؟ تمام. العلاقه اللي فيها ثلاثه، لما اتكلمنا في الحموات برضو قلنا برضو ثلاثه او اربعه لو في حماتين وفي زوج وزوج. الزوج والزوج. او ثلاثه لو هي الحما واحده والمشكله قائمه، علشان نشوف المثلث ماشي ازاي. تمام. النهارده في الموضوع تعدد الزوجات، الموضوع عندي ليه رؤوس مثلث، بس هنا بقى غير الحما، هنا راس المثلث الرجل الزوج. تمام. لان الامر هو لو ما فكرش فيه خلاص مش هيبقى فيه مثلث اصلا، هتفضل عايش مع زوجته والامر منتهي. تمام. لكن هو لما بيفكر يتزوج باخرى بدا في عنده طرفين انضافوا على الايه، على القايمه بتاعته. ايوه. طيب الثلاث اطراف دول ليهم الزوج والزوجه والزوجه الثانيه، الزوج والزوجه الاولى والزوجه الثانيه. تمام. الثلاثه ليهم حقوق. تمام. وليهم وعليهم واجبات. تمام. اذا ان وجدوا، ما انت لو مش قادره على الواجب ما تدخليش فيه. صحيح. ما تقبليهوش. ايوه صح. ده تمام. بالنسبه للزوج قصدي حضرتك، بالنسبه للزوج او هو مش قادر كلهم. اللي مش قادر على الواجبات. تمام. عايز ياخد الحقوق بس ويتدلع ما يعملوش. صحيح. طب جميل. تمام. هنمسك اول حاجه الراجل الاساس. ليه بقى الراجل يتزوج؟ كلمه ليه دي اربطيها بالظبط بنفس ليه بتاعت ايه، لماذا نتزوج في ابني بيتك اول مره؟ انه عنده اسباب، الاسباب دي انه هيبني بيت تاني المره دي. انا المره دي بنيت بيت ومعايا بقى فلوس ولا حاجه وهبني بيت تاني. تمام. فعشان ابني بيت تاني انا لازم اكون قادر على بناء البيت التاني. قادر يعني ايه؟ قادر جسديا وقادر ايه؟ ماديا. إذا كان قادر وله الرغبة في الزواج الثاني، الشرع يجيز ذلك، الشرع يجيز ذلك. حلال حلال. أعرف الأسباب مش شرط، ماليش عنده حاجة، مراته تحاسبه وهي حرة. دي علاقتهم مالناش إحنا دعوة بيها. أنا النهاردة ماليش دعوة إن واحد يجي يقول لي مثلا أنا عندي زوجتين أقول له ليه يا ابني عملت كده؟ ما ينفعش. أنا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تمام. مين بقى اللي يعني إن هو فكر في الثانية أو الكلام ده؟ زوجته اللي هي تحاسبه بينها وبين نفسها، لان هي ادرى بصميم العلاقه بينها وبينه. تمام. طيب
جه انا دور انا ايه، او لما بطرح موضوعات هنا بطرحها ليه؟ بطرحها على اعتبار انها بتخلق مشكلات مجتمعيه، المشكلات دي سببها حاجات كتير جدا بيحصل عليها مصايب سودة في كل الجبهات من هنا وهنا وهنا وهنا، واضرار على الثلاثه اكيد وخيمه. أيوة. طيب احنا انا بقى دور انا ايه؟ طيب انا ما اقدرش احاسب الراجل ولا اروح له فجاه كده اقول له انت بتتجوز اتنين ليه وتعمل فيها كذا، ماليش القصه دي. لكن اذا الراجل ده جالي سالك، اذا جه سالك قال لي بيجي لي هو خلاص هو جاي لي بكامل ارادته يقول لي اتجوز ولا لا. ايوه. او تزوجت وعملت كذا مع الاولى وعملت كذا في الثانيه. أيوة. ايا كان. ايوه. ساعتها انا ببتدي اعالجه في النقطه اللي هي تخصه، ما بطلعش بره ما بجيش على الاثنين، على اساس حضرتك تبقي فاهمه الحاله كامله ساعتها قدامك. وما بجيش على الاثنين. تمام. انا بسمع طرف. هو دلوقتي اللي حضرتك جايه تقولي لي انا عندي صداع. الصداع ده جاي لك ليه؟ من بنتك ولا من ابنك ولا من جوزك ولا من امك ولا الله اعلم. تمام. طيب جيتي قلتي لي اصل انا امي اللي عامله لي الصداع او جوزي اللي عامل لي الصداع، ما جايز انت كذابه. عندي احتمالات كتير. ايوه. فانا دوري بقعد اسمع اللي قدامي وتحكمي. برضه مش هقول حكم قد حكم بما انه طلبني، بس ان أنا أيوة. لو طلبني حكم والثلاثه جايين لي هحكم. أيوة. لكن انا مش حكم. أيوة. انا هنا استشاري اسري ونفسي. أيوة. يعني هو بيستشرني في مشكله هو غير قادر على حلها او محتار في الحل الامثل ليها. تمام. وبما انه جالي قبل ما يتجوز حتى يقول لي اتزوج الثانيه ولا لا، يبقى هو لسه بيفكر. ويبقى عنده اسباب رفض وقبول، ميل وعدم ميل بنسبه مثلا 50%. تمام. فيبقى عنده ايه يعني بيفكر، واحتمال برضو مش واحتمال ما يوافقش او يكمل او احتمال لا. تمام. لانه لو مقرر ولا هيفكر فيها اصلا ولا هيفكر صحيح. يجي. صحيح. اكيد. صحيح. خلاص كده. تمام. طب جميل جدا. الراجل ده بقى عنده اسباب قد تكون اسباب احتياجيه نفسيه مش لازم انا اعرفها. لا مش لازم اي حد يعرفها. وقد يكون عنده ايه اسباب جسديه برضو مش لازم ان انا اعرفها. وقد يكون عنده اسباب تخص الاولى او تخص الثانيه. يعني ايه؟ عنده مشاكل مع الاولى، عنده بغض للاولى، عنده كراهيه، عنده اي حاجه من اي حاجه. تمام. المشاكل دي بادئه معاه من اول ليله جواز، من تاني شهر، من تالت سنه، مش قضيتي. بعد يعني عشره العمر طلع ما تمرش فيه، لا تمران فيه وما نعرفش كان شايل المر 30 سنه ولا مش شايله. يعني انا ما اقدرش اقول يا دي داخلياتهم احنا ما نعرفهاش. فما نقعدش بقى ايه يلا بقى انا بقى ست ومش عايزه جوزي يتجوز فرحت قايله ايه يا تمرش فيه بعد 20 سنه اتجوز. انا معاكي في الداخليات 100%. الله اعلم. هو بقى عمل كده ليه؟ قضيته هو اللي عارف ليه. تمام. قد يكون ما عندوش المشاكل دي خالص مع الاولى، ولكنه فتن بالثانيه. عجبته، اتعامل معاها في الشغل، قلبه اتعلق بيها، وصل لمرحله انه مش قادر يبعد عنها، وفي نفس الوقت بيكن كل الحب والاحترام والتقدير لزوجته وام اولاده. وقادر على ذلك. ايوه قادر على ذلك طالما ربنا اداله ذلك. ما اقدرش اقول له برده لا. طيب الراجل ده لما مال الثانيه قرر انه يعيش في الحلال، نلومه ولا نسيبه يمشي غلط؟ لا هو لو حلال محدش هيقدر يتكلم بس في خلاص. حلال. تمام. هو بقى فكر يتزوج الثانيه. نقف بقى هنا عند ايه؟ طول يعني لحد اللحظه دي هو بيفكر. يعني لحد اللحظه اللي انا بكلمك لسه فيها لسه ما اقدمش على الخطوه، بيفكر على الخطوة. فيها بس. تمام. لسه عنده مشكله نفسيه، نفسه يتزوج وعنده زوجه اولى، وعنده اسباب ممكن تكون الاسباب ماديه، معهوش فلوس او معاه. وممكن يكون عشان قلبه اتعلق بواحده تانية، وممكن يكون قلبه ما اتعلقش اصلا بس بيعاني هنا وعمال يقول يا جماعه دوروا لي على واحده تانية. وده بيحصل. انا مش بكلمك كلام الخيال. لا بتحصل دي بتحصل. طيب. يبقى في عده امثله. تمام. انا مش هلم كل الامثله اللي في المجتمع في قاعده. أيوة. لكن انا بدي ثوابت. ثوابت. ايوه احنا اتفقنا كده من اول حلقه. عليه من أيوة. البدايه ان الثوابت. طيب. موجوده وهم يفصلوها براحتهم. حلوه. تمام. انا بقى دوري عند المرحله نمره 2، لان هو مش هيجي لي الا اذا فكر وكان عنده مشكله، سواء يعني في مشكله مع زوجته وشايف هو من وجهه نظره وعقله قال له لاي سبب من الاسباب ان الحل الامثل ان اتجوز تاني، او انه ما كانش بباله اصلا بس هو فتن بامراه اخرى فقرر يتزوج. فهنا بيبتدي يجي لك يسالك ويستفسر منك ويقف، لانه مثلا ما كانش في دماغه يفتح بيت تاني، ولا الموضوع في يعني بيحطه في الاعتبار اساسا. تمام. هنا بقى نقول له هنا بقى نقف مع بعض نقول له بص حضرتك، زي ما انت واخد من القران فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع،
انت مطالب بالعدل. والعدل ليس في المشاعر زي ما بعض بيقول، لان المشاعر هو لا يملكها، ولكن العدل في كل الحقوق، في المبيت وان كان ايه حتى بيميل لوحده، هو هيروح لدي يوم ودي يوم، الا اذا الاولى او الثانيه تنازلت عن يومها. هنا بقى يا جماعه نقف في حته مهمه جدا ولازم ندركها. زي ما الراجل عارف كويس قوي ان له حقوق وواجبات، والمراه بنعنفها عشان تطيع الزوج وما تخرجش من بيته بغير اذنه، ولا تدخل بيته من لا يرغب، يعني ما ينفعش تدخلي اختك لو هو ما بيحبهاش تخش البيت، طاعته اولى لان ده بيته. ماشي، انت عارف حقوقك واجباتك بقى. ايوه. لما تفكر تتزوج اثنين اعرفي ان هنا لو فرق، لو فرض يعني انه بيحب الثانيه اكتر من الاولى، او الاولى اكتر من الثانيه، في ميل شويه، ما ينفعش بقى يقعد عندي دي 5 ايام ودي يومين، لازم يعدل. الا اذا اذنت له الاخرى الاولى او واحده منهم يعني. اه تمام. اذا يعني ده الموقف الوحيد اللي لابد تستاذنها فيه. هي بتستاذنك في كل حاجه في حياتها، لكن انت هنا لازم تستاذنها. تمام. انا اليوم ده عايزه اروحه عند زوجتي التانية، انا مش طايقك، مش عاقية. انا لغايه كده معاكي 100%. الحمد لله مش هنتخانق. لا مش هنتخانق والله، انا معاكي 100%. الحمد لله خلاص كده. طيب اللي هيحصل بقى انك هتعرف حضرتك وانت مقبل على الموضوع، لانك راجل مسؤول وعليك المسؤوليه كبيره، لان في رجاله كتير جدا بتفكر في الخطوه دي دلع، يعني الموضوع بالنسبه لها هو حب واحده فعايز يتجوز وحلال، ما بقولوش لا، بس ما بيكونش يفكر في الابعاد، في العواقب، ولا العواقب ولا الابعاد ولا اي حاجه. انا ممكن اسقف لك بقى كده كمان، مش بس اقول لك ان بس هيطلع لك راجل يقول لك انا مفكر وعندي ما يجراش حاجه. طيب تمام. فعلا يفكر في العواقب. قلت لك ان الراجل لابد انه يتحلى. امبارح قلتها، ارجعي للحلقه واسمعيها، وممكن تمام. لو تعرفوا تجيبوها يا ريت. قلت لك الرجل لابد انه يتحلى بمهاره التعامل مع امراتين. لان الموضوع محتاج مهاره جديده جدا. الراجل ما يعرفش شغل الستات، ده من الاخر بصراحه. يعني ممكن واحده تبقى عامله خاتم في صباحها وهو فاكر ان هو اللي ماشي بيها. ايوه دي حقيقه. صح ولا لا؟ صح 100%. جميل جدا. الراجل لما يتشقلب ما بيفهمش فعلا شغل الستات. وعلشان يصل لمرحله انه يتزوج زوجتين بيتقي الله، لابد هو يكون على تقوى عاليه جدا، فتلاقي الليله ماشيه مظبوط جدا، ويكون راجل حازم ومظبوط، يعرف ازاي يخلي دي ما تتدخلش في الحياه دي، ولا دي تتدخل في الحياه دي. وموقف النبي صلى الله عليه وسلم اللي انا بحبه جدا، لما كسرت السيده عائشه طبق السيده صفيه امام الصحابه. مين الراجل اللي هيقبل دلوقتي مراته تقول له بخ، ولا تبص له بص، حتى لو هو لعلمك مش راجل، حتى لو هو ديكور. صح. ولا يعمل ولا يعمل فيها ولا راجل. يعمل فيها راجل بس عند الحته دي لو قالت له كلمه. لكن لو قدام حد كمان يعني. قدام حد ده مش صحابه. ايوه. لكن بمنتهى التبسم قال ايه؟ غارت امكم عائشه. ورد قال لها ايه بقى؟ طبق بطبق واناء باناء. هتودي طبقك وهتكسره، هتودي واحد بدل اللي كسرتيه وهتكسره وهتكسره، يبقى حقها خلص. ايوه. عشان ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الحقوق بتخلص في الدنيا افضل ما تخلص في الاخره. حتى لو كانت في طبق. حتى لو كانت في طبق. حتى لو كانت في طبق. صحيح. يعني تمام. شوفي بقى طبق. من فينا بيكسر كام حاجه، ويكسر قلب، ويكسر جراح، ويكسر الف حاجه. طيب هل لو الراجل فكر يتزوج بامراه اخرى ظالم للاولى؟ لا. ازعلي بقى. لا مش هتظلم الاولى. ليس فيه اي ظلم. تمام. اطلاقا. في لكن، هتقولي لكن. فكره المظالم ممكن يكون ظالم ليها بدون الاخرى. اصل الظالم ظالم. أيوة يا جماعه. قصدك من غير ما يتجوز يكون اصلا ظالمها. صح، دي انا برضه معاكي فيها. ممكن يبقى ظالمها، بيعاملها وحش، ولا وممكن يكون مركب اهله عليها، وممكن يكون معلش اخت جوزها دي انيل عندها من زوجتها، من زوجته الثانيه. ده انتوا يعني الموضوع بالنسبه لهم والله العظيم اخطر بكثير. يعني ساعات اخت الزوج وام الزوج بيبقوا خطرهم اعظم والله العظيم من الزوجه الثانيه. ده كانوا بيقولوها المثل، مركب السراير الدراير صارت ومركب الدراير، مركب السلايف غارت. أيوة مركب السلايف صارت. ومركب ماشي. الدراير غارت. ليه؟ السلايف متجوزين اخين. فانا اخو جوزي مثلا يعني بخيل، والتانية جوزها كريم، ابقى بغلي في مقارنات بقى لكن الاثنين متجوزين، واحد بيعانوا منه المر، واحد الاثنين شايفين مزاياه وعيوبه. أيوة. واخدين حنيته، واخدين حبه، واخدين كل حاجه، وعشان كده بيحبوه وبيتصارعوا عليه. وفي نفس الوقت
شايفين طبعه الوحش. أيوة. فما فيش شايفين الحلو والوحش، وما فيش مجال للغيره، فما فيش مجال للحقد والحسد. احنا واخدين واحد نفس النسخه. أيوة. يعني أيوة. مش نسخه حتى مكرره. أيوة. مش واخدين اخوه ولا هو نفسه هو ولا نسخه شبيهه، هي أيوة نفس تمام. النسخه. صح صح. ففي زوجات بيبقوا اصدقاء، في زوجات بيبقوا اصدقاء والامور بتمشي زي الفل، وبيبقوا مش هقول لك بس في تقوى الله وبس، اللي عندهم دماغ حلوه وبيفكروا بفكره معينه. هو ليه يعني جايين نتكلم في نقطه الدين ولما طب كون انهم يبقوا اصدقاء، ده برضو من الراجل من حزمه؟ طبعا من شخصيته طبعا طبعا. دي نقطه ومعنوية، لان هو على الاقل عدل بينهم ما ضايقهمش ومعنواهم. انا لسه هكلمك فيهم هما الاثنين، بس كمان هما معنواهم وتقوى الله. يعني دي نقطه ثانيه. بس لو افترضنا ان هما فيهم واحده معوجه او اسلوبها مش حلو او مش بتتقي الله، لو الراجل حازم يظبطها هيظبط الدنيا. هيظبطها لحد ما مش هيسمح لدي تتدخل في حياه دي، مش هيسمح لدي مهما حبته واتدلعت عليه انها تخليه ما يروحش للتانية في ميعاده ويغير الايام. هيعدل بينهم، هيعدل. لما بص هو لو من البدايه قال لما عرفت الزوجه من اول يوم انك لما تعملي ايه انا مش هتنازل، هو عنده قرار. لان انا ليه بقى؟ لان انا خايف ان انا اقتل الله الظالم. لان هو هيبقى في اللحظه دي ايه؟ مائل. ايوه مال لواحده منهم. ايوه مائل هياتي مائل. ايوه لا ربنا قال له ايه؟ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. ليه كلمه كالمعلقه؟ ده معناه ان هي مش متزوجه ومش بنت، مش تركها فتره طويله ويعاشر واحده والثانيه لا. طيب الثانيه اللي ما بيعاشرهاش دي محتاجه زوج، لا عارفه تتجوز ولا انت عاففها. ايوه صح. ايوه يبقى هنا دي نقطه تحسم الامر في العدل. طيب هنيجي نقول برضو ان في راجل بيتزوج وبيدخل على النقطه دي وفي دماغه العدل. ليه؟ لان هو بيكون بيحب الاولى مثلا وعلاقته بيها طيبه، هو اخلاقه محترم وابن ناس ومتربي وكل الحاجات الحلوه فيه، بس فوتن او تعلق بواحده او عنده مشاكل نفسيه، كان مؤدب وعمره ما قال لحد اللي شايفه في بيته مع الاولى ايه. مش راضي يحكي. عنده اسباب واللي دفعته كده. عنده اسباب وكان حرصه على انه ما يجيبش سيره مراته ما كانش بيقولها. لكن فجاه اتفاجئنا بيه النهارده انه بيقول انا بتجوز واحده ثانيه. بصي انا ما كانش عندي هكمل عشان طيب قولي. فجاه عمل كده. بيحصل ايه في اللحظه دي؟ هو في دماغه ان انا بحب الاولى وان انا بحترمها والراجل صاينها وما بيقولش عليها كلمه وحشه طول السنين. حتى ممكن يكون في حاجات كبيره جدا وما بتجيبش سيرتها، بس الدنيا بتتقلب عليه اول ما بيتزوج، ممكن يبوح بيها بعد كده من انفجاره يعني. طيب لكن لما فكر يتزوج هو اتفاجئ انه قلبه مال للثانيه اكتر. ده ساعات بيبقى شيء قدري، يعني هو ما كانش مرتب له. هو كان متخيل انه هيقدر يعدل لان هو لسه متزن، انا بحب دي وعندي قدره اتزوج الاخرى. فلما دخل على الاخرى لذيذه وعجباه وكل حاجه، بس الاولى برضه هو حاببها. فيحصل ايه بينهم؟ انه انا هفضل متزن شويه وبعد كده هيميل تاني. هو هيميل؟ لا انا اقصد ان الميل ممكن ما يكونش كان في حسبانه، يعني ما كانش ناوي عليه ولا ناوي على الغدر غصب ولا عنه يعني. ولا ناوي على الظلم ولا اي حاجه. وفجاه بعد ما تزوج اكتشف او شعر او ربنا اراد انه يميل للثانيه اكتر او الاولى على فكره. تمام. لا ما ممكن يحب الاولى على فكره ويكتشف انه غلط بالثانيه. أيوة. بس لان اخلاقه فمش هيطلق، يعني يقول لك ما خربش دي ولا اخد دي ويستمر. ويستمر لانه طبعه مش هيتغير. مش هيطلع بره. يعني اخلاقه مش هتتجزأ. زي ما كان صاين الاولى وسرها وما بيقولش كلمه وحشه عليها مهما شاف منها، خلاص هو نفس الاخلاق. لان دي نفس الاخلاق. تمام. فلو كره دي او كره دي او قلبه مال لواحده، عمر ده ما كان هيبقى في حسابه، لان مفيش حد فينا بيفكر في المستقبل هيبقى شكله ايه. فمشاعره اتغيرت. تمام. هنا بقى يدخل في اطار تاني خالص، يا اما انه يصبر بقى ويحتسب وينفذ شرع الله انه لابد يعدل، يا اما يصبر ويحتسب ويفرق اللي هي ايه بغضها ويتركها عشان تعيش حياتها، علشان هو هيتحاسب لوحده وهي هتحاسب لوحدها والتانية هتحاسب لوحدها. وكل واحد مسؤول عن نفسه، وكل نفس بما كسبت رهينة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل واحد مسؤول عن فعله. تاني هنذكر دايما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني إيه يعبدون؟ قلنا ما يصلوش ويصومون بس، لا يعيشوا حياتهم كلها على مراد الله. حضرتك بقى عايز تعيش أعزب بدون امرأة خالص؟
عندك يعني القدره دي ومش هتمشي غلط ولا هتعمل كذا ولا كذا ولا كذا وهتعيش في طاعه الله خلاص ما فيش مشكله. عايز تتزوجي براه واحده وتكون زوج صالح خلاص خير وبركه. عايز تتزوجي اثنين وثلاثه واربعه وده حلال وهتكون زوج صالح برضو خلاص. قضيه بقى الاخريات دي بقى ايه بعد الفاصل عشان انا تعبت عايزه تاخد انا اللي عملت لكم فاصل اول مره امبارح عارفه اذا كان انتوا جاهزين بالفاصل يا جماعه ممكن نطلع فاصل. انا امبارح قلت لك مفيش فاصل النهارده طلعتي بالفاصل بس انا سبتك ما قطعتكيش خالص. ارتحت لا ارتحت وانت وصلتي للنقطه اللي انا قلتها وصلتي للنقطه اللي انا عايزاها والله. طيب الحمد لله ممكن نطلع فاصل. لا قولي لي لو في سؤال لو هم مش جاهزين لسه مفيش مشكله. تمام نطلع فاصل ونرجع تاني. أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في إيه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي. طيب إهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت الواحد ينتحر ويخلص. ده الحل الوحيد. سيبني أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقول لك على حاجة. أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام ببساطة كده؟ ايوة انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الاكاديمية الدولية لتطوير الذات. اختلافك سر تميزك. اكسب واتعلم معنا مع مسابقة برنامج المراية هدايا قيمة للفائزين. دورات تدريبية استشارات نفسية وكمان أسرية عضويات خصم خلال العام مقدمة من الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. كل اللي عليك جمع إجابات للـ30 حلقة المعروضة خلال شهر رمضان وابعتهم على صفحة البرنامج على فيسبوك www.facebook.com المراية. معانا اختلافك سر تميزك. هذه المسابقة برعاية الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في ايه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس وسيبها على الله. خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص. ده الحل الوحيد. سيبني انا مش عاوز اتكلم مع حد. لا طيب استنى هقول لك على حاجه. انت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتوره جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام ببساطة كده؟ ايوة انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الاكاديمية الدولية لتطوير الذات. اختلافك سر تميزك. مرة تانية ولسه منورانا الدكتورة جيهان حسين. اهلا بيك. طب ممكن ارجع بقى للسؤال اللي انا بدأت بيه الحلقة وحضرتك قلتي لا شوية نأجل اللي هو الزوجة التانية امتى بتقبل يعني ليه بتقبل التعدد؟ طيب خلينا مقتنعين بعدة اشياء. مش هتكلم في فكرة انها مطلقة او كبرت في السن وما وجدتش غير هذا الزوج لان ده احيانا بيكون ده ايه احنا اتفقنا من قبل كده. أيوة. ان الزوجه مهما كان هي بيتقدم لها الرجل مش هي اللي بتخطب رجل. أيوة. الاختيارات محدوده بتبقى اختياراتها محدوده. تمام. فلو انا زي ما قلت لك من ضمن الاختيارات اللي جات لي دي ما جاليش غير زوج متزوج
مثلا يعني، وكان هو فيه المواصفات يعني. احنا قلنا ان هي هتحط مواصفات لنفسها وهتبص في المرايه وتشوف هي عايزه ايه. ممكن يجي لها 100 شاب او مطلق او ارمل او اي حاجه، ولم تجد في الرجل الصفات اللي يعني هي عايزاها خالص وترغبها يعني. ويشاء ربنا ان تبقى نقطه ضعفها هي. مش احنا قلنا قبل كده ان هي هتحط لنفسها حسنات وهتعد حسنات او مزاياها، قصدي مزايا وعيوب، وهتبتدي لازم تتنازل شويه. يعني مش مفيش حد هيجي لك تفصيل زي ما انت عايزه، اكيد مش هيجي 100%، لكن فممكن يكون جالي كل المواصفات بس كان عيبه كذا، عيبه كذا، عيبه كذا. فنيجي مره نلاقي عيبه متزوج. ايوه يعني ممكن يكون ده احيانا. وطبعا فوق كل ده النصيب، يعني فوق ده كل ده النصيب بيجمع يعني. أيوة. لكن اقصد انه بيكون احيانا هي بتعاني من الجزئيه دي، انها يوم ما لقيت حتى اللي هي يعني، وده بيحصل طبعا، انا بكلمك في حالات بتجيلك يعني فعلا حقيقيه. ايوه يعني ان هي يوم ما لقيت المناسب ليها، ويمكن كان في كل احلامها كمان، مش ناقصه حته، كانت ده التنغيصه بتاعتها سبحان الله. يعني دي ما كانتش رغبه ولا متعه. واتفقنا ان المراه اصلا جبلت على رجل واحد، فهي مش هتبقى مستمتعه بفكره الزواج الثاني. ما هوش لذيذ بالنسبه لها يعني. أيوة أكيد. عشان الناس بتقعد تحارب عليها وكان هي اجرمت والاولى غلبانه يعني ومسكينه، والاولى دي لسه ليها قصه تانية. لكن هي الموضوع مش كده خالص. هي الثانيه يعني يعني ايه مزاجها يعني تعمل كده؟ ما هي اكيد نفسها تتزوج راجل يبقى معاها لوحدها. يعني ايه المتعه في ده؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان دي اول نقطه رئيسيه. النقطة الثانية ودي هنتكلم فيها أكتر تفصيلا عند الزوجة الأولى، بس هذكرها هنا عشان بس يعني إيه من باب الربط يعني. المرأة دايما بتشعر إنه لو جه حد عليها تبقى هي ناقصة. ده شعور بيوجع بيجرحها يعني. هي بتتصور لو الزوج فكر يتزوج عليها أو يعرف غيرها يبقى ده نتيجة عيب فيها مثلا، نقص فيها، لأنه بتتهز الثقة فيها. وده شيء طبيعي زي أي جرح. واتكلمنا في الصدمات العاطفية هينزل عليها الخبر زي الصدمة أكيد. وأول ما هتفكر زي ارجعي لحلقة الصدمة الصدمات العاطفية، أول ما هينزل عليها وسمعت الخبر ده منه أو من غيره أو من بره أو من أي حاجة، هينزل عليها أنا عملت إيه وليه جرحني كده وأنا بحبه، وهتفقد الثقة في نفسها، وهتفقد الثقة في نفسها، وهتفقد الثقة في أفعالها، وهيرجع لها فلاش باك زي ما قلت لك بتاريخها، إنها وقفت جنبه زمان وما هو إيه وعملت وكذا وكان بيننا الحب ومعقولة المشاعر دي هيعيشها مع واحدة تانية وكذا. وطبعا دي ابتلاء شديد طبعا، ابتلاء شديد للزوجه الاولى. لكن الثانيه الثانيه لا بيرضيها سنه انها بعد الاولى. يعني لو جت لها الثالثه هتحس احساس الاولى، هتحس احساس الاولى، هتحس انها برده حد جه عليها. ايوه لان كل واحده بتتصور خلاص انه هي اللي عجبته بقى خلاص، أنا بقى الاخيره انا اللي اخيره، مفيش زيي. فاهم قصدي؟ مش حاجات مفيش زي، على الاقل بقى خلاص هو استحاله اكتفى بيا يعني. كل واحده تقول استحاله هيفكر بعد. فلو جت الثالثه هتبقى هي عاشت مشاعر الاولى وكان ده جت عليها جديده، مع انك انت داخله على واحده. هنا بقى نقف عند مبدا النيه وانت بتتزوجي. هوا برضو نفس واللي هي بقى انت بتعملي الزواج ده ليه؟ فاكره لماذا نتزوج؟ دي اول حاجه قلناها لما اتكلمنا في الزواج. الراجل يعرف لماذا نتزوج والمراه تعرف لماذا تتزوج. يعني ايه تقف مع نفسها؟ لا مش فاهمه الحته دي. تقف مع نفسها وقفات كتيره جدا. انت بتقبلي هنا الزواج الثاني وعارفه ان الثانيه هتتالم. وهل انت عندك اسباب قويه؟ وهل انت بتفكري في الموضوع على انه حلال وحرام؟ وهل فعلا لو تزوج الثالثه والرابعه الامر هيبقى عندك عادي وانت قابله الشرع؟ ولا انت قصدك انها تحط نفسها في مكان الزوجه الاولى؟ تقصدي كده؟ مش عشان ترفض، انا اقصد علشان انت عامله الامر على انه شرعي فعلا. فلو ما يجي هو يتزوج الثالثه والرابعه خلاص اوكي، ما عندكيش مشاكل، لان في نساء كده. انت قصدك انها يعني، فهميني قصدك ان انت عايزاها تستوعب الوضع كامل، تستوعبه كامل. لان انا دايما بمشي تبعاته ايه، انه زي ما اتجوزها يتجوز تاني. انا ماشيه دايما على مبدا ان انا دايما افتح لك ورق الكوتشين. ايوه صح. انا كله معاك. قدامك والعبي بقى. ايوه انا ما بلعبش على المتغطي، انا بوضح الوضع كامل واشوف انا نفسي اقدر او ما اقدرش. انا ما بلعبش على المتغطي، بلعب على المكشوف. انا بفتح الورق كله واقول انا عايزه ده وعايزه ده وعايزه ده وعايزه ده، وهمشي في الطريق ده 100%. صح كده. تمام خلاص تمام. فبرضه نفس الكلام لما تجي لي الزوجه الثانيه اللي هي جايه لها لسه العريس ما بقتش متردده ومش عارفه اذا كانت توافق او لا، نفس الكلام بفتح لها الورق وهي صاحبه القرار. لان هي اللي قلبها مال، قلبك في عقلك وعقلك في قلبك والكلام اللي احنا قلناه كله. هي اللي قلبها مال وهي اللي حاسه ان هي عندها مزايا كتير عاجباها في الراجل ده،
وهي اللي هتشوف هي قادره فعلا على فكره ان هي تتحمل انها يكون في غيرها ولا لا. وببتدي اقول لها حته، لان انا امراه هنا بقى، انا هنا دوري كامراه عارفه مشاعر المراه، عارفه مشاعر السيده، عارفه مشاعر المراه. فببتدي اقول لها يا استاذه انا بس هقول لك معلومات مهمه جدا. مثلا هي ممكن تضيف في الاول هو جاي لي عريس كويس ومناسب وده انسب واحد وانا موافقه تمام، فلسه قلبها ما تعلقش بيه قوي. بقول لها بس خلي بالك من ملحوظه، لو انت طبيعتك مثلا يعني شخصيه بتغيري قوي ممكن ما تكتشفيش الغيره الا بعد ما قلبك يتعلق بيه ويبقى زوجك بالفعل. يعني هي لسه على البر زي بيقولوا، فما حبيتوش قوي والدنيا بالنسبه لها عريس كويس وخلاص. لما بتتزوجوا وبيبقى في بينهم مشاعر وعلاقه وطيده وكذا، نقطه احب اوضحها للجميع من باب الانصاف، الزوجه اللي متجوزه زوجها بقالها 10 20 50 سنه تعادل الثانيه من اول يوم. خلاص هي بقت زوجته تمام، دي صح 100%. تمام، مفيش حاجه بقى تقول لك انا بتاعت السنين ولا مفيش. لا هي زوجته ممكن برضه. هي ليله واحده او يوم واحد تقفل عنده تنسيه السنين كلها. ممكن حصل بينها بينهم مشاعر وطيده احسن مثلا من معامله سيئه 20 سنه. صح ولا لا؟ ممكن. جميل جدا. طيب النهارده بقول لها انت ممكن من اول يوم زواج تتعلقي بيه وتحبي وبعد كده هترتبطي بيه لانه هيصبح زوجك. طب لو انت شخصيه غيوره مش هتعرفي تتعبي، هتتعبي هتولعي بقى. طيب بس يبقى دي المرايه اللي كنا قلنا عليها اول حلقه، ان انا لازم اقف قدام المرايه واشوف امكانياتي. دي المرايه، دي المرايه. بس في ملحوظه برضو، احنا اتفقنا ان كله لازم يتقي الله، لازم. فلو انت عارفه طبعك ده انت هتعرفي انك انت هتقدري تعملي ده. طيب في نقطه كمان مهمه جدا لازم تفكر فيها، الزوجه الثانيه وضع الرجل، هو جاي من ورا زوجته ولا زوجته عارفه وراضيه، ولا جاي شخصيه ضعيفه، ولا جاي علشان هي عندها شقه ومش هيديها اي حق ولا هيبني بيت ولا هيعمل حاجه. هنا بقى الزواج التكاوي الاساسي اللي كان نفسي اقوله امبارح. ايوه طب قولي، انا ساكته اهو قولي. ماشي. لان كلمه لما قلت لك امبارح انا قلتها كده في عجاله يعني. كلمه زواج تكاوي انا كان قصدي بيها انه دايما الراجل بيختار السكند على اعتبار انها كده للمتعه، على اعتبار انه خلاص بنى البيت وخلاص جاب عزوه وخلاص جاب الاولاد وخلاص يعمل دي زي استراحه كده، ودي بقى خلاص بيسموها كده يعني انا بقى عايز قصه حب في الحلال. فيحصل ايه؟ انا خلاص بنيت وخلاص عندي اولاد وخلاص عندي احفاد كمان ممكن. ايوه ودلوقتي بقى انا عايز ايه؟ اعيش بقى، اعيش بقى. فاتزوج بقى واحده ثانيه، وساعتها ما بيفكرش انه يبني بيت ثاني وانه يعمل اي حاجه، ده بيدور على واحده عندها بيت وممكن يكون عندها عيال ويقول لها ما تخلفيش. وليه؟ لانه عايز لحظه متعه. هل ده يصح كزواج؟ اكيد لا. لو قلنا تاني كعقد شرعي صحيح، ما دام مش نيته يتركها، ما دام مش حاطط في ذهنه، ما دام مش حاطط ميعاد معين، مش حاطط ميعاد معين مثلا. تمام. طيب هل بقى الزوجه الثانيه عارفه ده ومستوعباه؟ ده اللي بيحصل، لان الستات اللي بيجي لها زوج تاني، دي اللي نفسي اوصلها رساله لكل اللي بيخطبها او رجل متزوج، لازم تعرفي نقطه وتقفي مع نفسك تبصي بقى للابعاد، تبعات الموضوع. طيب لو جالك وقال لك زوجته مش عارفه وبعدين عرفت وقالت له طلقني، فلقى نفسه مش هيهد 20 30 سنه عشان خاطر واحده يعني بقى لها شهرين ثلاثه ولا سنه، لا سوري يا حبيبتي مع السلامه، تقبلي؟ خلاص اوكي، عيشي السنه دي تمتعي معاه ووقت ما يجي الطلاق يجي. حسب قدرتها هي تقدر او لا، ما فيش مشكله. طيب في واحده ثانيه، في ست دي امثله انا بقول لك بكلمك من الواقع. بتبقى ست عمليه جدا، كل همها الفلوس، هتتجوز واحد تاني هي اصلا مش عايزه راجل يقرفها من الاخر. ما تزعليش مني، هي بتفكر هتاخد كام او هتستفيد ايه من الجواز، ومش عايزه راجل اصلا يقعد دايما يخدميني واعمليني حلوه قوي. هي بتقولها لي كده باللفظ، هو يا ستي مراته مش عارفه واريح لي، هيجي يقعد شويه وهيديني فلوس وخلاص. طب والزواج كده يبقى برضو العقد هتبقى عايزه العفه، هتبقى عايزه العفه، هتبقى عايزه العفه. ما دام يعني هو العقد كده تمام، ممكن تكون غنيه، وممكن تكون غنيه ومش هيصرف عليها. ما احنا قلنا تنكح المراه لاربعه. أيوة. فممكن تكون غنيه ومش هينفق عليها. لا انا اقصد ان العقد كده برضو هيبقى تمام، العقد صحيح ما دام مش ناوي يطلق، مفيش شروط تبطل العقد الا اذا كان ناوي يطلق بعد وقت معين. لو ناوي او هم متفقين على مده يبقى ده بطلان. لكن ما فيش النيه. أيوة. دي في نيه ان احنا هنتزوج، بس بصي انا زوجتي مثلا مش هتعرف ومش هاجي لك غير يوم في الاسبوع، فهي قبلت ورضيت وحصل كل الكلام ده. فلما تيجي تقول لها يا بنتي هتتعبي بعد كده وهترجعي تطلبي، تقول لك لا 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 ولا دماغي انا حبيبتي. هي عارفه نفسها قادره على كده، مش بس عارفه هي تبقى عندها برضو مبررات احيانا. لا اسبابها، اسبابها اصبر. احيانا بتبقى عندها اولادها هي كمان اسباب، وحاسه ان اولادها يعني هيغيروا هيعملوا
فخلاص يعني اريح دماغي وفي نفس الوقت في واحد هيعفني، ما هي كمان محتاجه العفه. طيب وفي نفس الوقت هينفق عليا، هيساعدني ان شاء الله، هيدفع اي حاجه في البيت، مصروف البيت اي حاجه، يبقى شال معايا الحمل شويه تقيل، يبقى زواج ورضيت. والله كانت عاقله ومستوعبه اللي هيحصل بجد، وساعه ما حصل بجد هي ما غيرتش، يبقى هي كده ست تمام. لان هي ممكن تكون واحده عاقله وعارفه كويس قوي هي هتعمل ايه وبتعمل ايه، وفعلا لما تتجوز الوضع يستمر بالصوره اللي هي رسمتها اي. لكن احيانا كتير، وده في الاغلب والاعم، ان النساء مش كده، مش متخيله الوضع كامل. النساء مش كده، النساء بتبقى حبت وتعلقت، ولو واحد متزوج تبتدي تقول لك ده اكيد انا مختلفه وكذا وكذا، والقسم يعني القصه دي، وتعلي سقف التوقعات بقى وتعيش احلامه، وان هو حتى لما نتجوز لو مراته قالت له ايه مش هيفرط فيا، وتبقى تصدم بالايه، بالواقع، بالاحداث كلها. أيوة. فهنا احنا بنقول لها والله ادي ورق الكوتشينة، زي ما ادي ورق الكوتشينة عندك. مزايا كتير لهذا الرجل، وعندك مشاكل كتير هتحصل، واحد اتنين تلاته. يضيفي على ده ان الاسباب اللي هي بتجيلي بيها بتفرق معايا. ممكن تجيلي مثلا من البدايه تقول لك انا حسيت ان مراته وهتعمل فضايح مثلا، ما في بيبقى قصص بقى جامده جدا، فرفضت من نفسها، مش رفضت، ممكن مش عايز ترفض برضه، مش قادره، هي ممكن تكون تستشيرك يعني، بس مش عارفه تعمل ايه، تتحمل ما تتحملش، تقبل، ممكن الموضوع يهدى ولا ما يهداش، طب يا ترى، مش يا ترى. فبيبقى هنا موقف كله له ابعاد اخرى كتير جدا 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 جدا. بيبان برضو دلالات زي ما كنا بنقول، لو الواحد بيتقدم لواحده من البدايه وهم لسه يعني شباب، برضو بيبان للراجل لما بيتقدم من اول مره لغته ماديه ولا لغته ايه، يعني بتبان هو دخل فعلا علشان قلبه متعلق بيها وعايزها، وان هي دي لقى عنده ضلته زي ما كنا بنقول، وان مراته ما كانتش مديله كل ده والكلام ده كله، ولا هو عايز غرض في نفسه وخلاص، بيبان. بس انا وما برضو بقول له طالما انت بتدور على الحلال اللي تعيب في نفسك، انا ما اقدرش الومك، لكن في المقابل يا استاذه التانية اعرفي صح، افهمي هو جاي ليه، واقبلي اللي هو جاي عليه، وفكري ان ده مناسب ليكي ولا غير مناسب، وهل تقبلي لو عرفت وطلقت، ولو او ما عرفتش وعشت العمر 10 20 سنه في واحده ساعات بتتزوج رجل بالطريقه دي اكبر منها مثلا سنا، تقول لك هيموت ويسيبني، ويرجع ما يموتش هيتموت قبله. عشان في تفكير ساذج. ايوه صحيح. فلو سمحتي ما لا نتدخل في اقدار الله، عيشي وفكري في يومك النهارده، بس ادرسي الوضع كامل، ادرسيه، حطي كل احتمالات زي اي مشروع، احنا لازم نحط احتمال المكسب والخساره. صحيح، تمام. ده لازم. تمام. طب ناخد فاصل نهدى كده ونرجع تاني. نطلع فاصل ونرجع تاني. ماشي، اتفضل. عمال يقول لي على الفصل بقاله كتير والله. ما احنا خلاص الوقت جري، نيجي بقى للاولى بعد وايه. انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من ايه طيب؟ من كل حاجة. هو في ايه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس وسيبها على الله. خلاص انا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني انا مش عاوز اتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة، انت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ ايوة، انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني، اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. اكسب واتعلم معنا مع مسابقة برنامج المراية، هدايا قيمة للفائزين، دورات تدريبية، استشارات نفسية وكمان أسرية،
عضويات خصم خلال العام مقدمة من الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. كل اللي عليك جمع إجابات للـ30 حلقة المعروضة خلال شهر رمضان وابعتهم على صفحة البرنامج على فيسبوك www.facebook.com المرايا. معانا اختلافك سر تميزك. هذه المسابقة برعاية الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. بيكم مره تانية ولسه منورانا الدكتوره جيهان حسين. طيب احنا نقف بقى دلوقتي عند الزوجه الاولى المثلث بقى بقيه المثلث بقيه المثلث زي ما حضرتك قسمتيهم كده. حلو. هي ليه بتبقى رافضه للتعدد؟ ما احنا قلنا ضمنيا جزء من اللي هي فكره احساسها ان هي كان فيها نقص وان هي لا يمكن كان يفرط فيها زوجها وفيهم بعضهم بتكون تمكنت يعني شعر ان هي يعني عارفه يعني وطرحتها امبارح انه مهما ينتقدها او يطلب منها طلبات او يقول لها اعملي عشان خاطر كذا ولبسي او اهتمي او كذا هي متمكنه فمش سائله وهي حاسه انها مثلا جميله ان هي اعلى منه في منصب او فلوس هو مش هيحطها في حد غيري اكيد بيجي فسبحان الله ربنا هنا بقى يغير لها القاعده كلها فتنكسر تنكسر كسر كبير وكسرها بيكون على قدر توقعاتها جدا على قدر ما هي كانت متكبره اصلا حياتها تمام طيب بنجد هنا بقى الافكار بقى اللي بتاتي للمراه اللي هي زوجه اولى عندنا اسباب كتير برضو عندنا امراه برضو ماديه كل همها فلوس وهتروح بره يكتب لي مش همها الشخص يعني نفسه ايوه تمام حضرتك فكرتي دي لا طبعا عشان حضرتك طيوبه لا طبعا عشان كده هجمتيني امبارح اهدي بقى ده اللي كنت عايزه اوصله لك صور المجتمع يا جماعه كتير بس احنا زي ما اتفقنا وفاكره المنظور اللي قلنا نلف ونبص من كل اتجاه ايوه حضرتك شفتي من زاويه اناث فقط كل امراه ليها كتير جدا زوايا مختلفه في واحده فعلا هي ديتها قرشين ويعمل يتجوز 100 واحده ما يتجوزش حتى يعيش حرام انا ما عنديش مشاكل المهم يدفع يعني قضيتها الصراع مع الميراث ده حتى انت بتتفرجي على افلام ومسلسلات بيعملوها أيوة يعني أيوة أيوة والله دي من الواقع دي من الواقع سبحان الله فعلا فهي قضيتها بتبقى ماديه خلاص في بقى مصيبه تانية في زوجه عارفه ان هي ما بتحبوش ومش عايزاه ولكن مظهرها الاجتماعي هام جدا قدام الناس يتقال عليها تجوز عليها ده كده انت تجرحها او تزعلها فهتهدله الجوازه الثانيه حتى لو مش هتعفه معاها حتى لو هي ممتنعه عنه على مجرد ان انا ما اتهنش قدام الناس ما يتقالش عليها اتجوزت عليها ما يتقالش عليه ان اتجوز عليها يعني دي قضيتها لا قضيتها برضو الحب ولا العاطفه وعلى فكره ده من كلام برضو رجال تيجي تقول لي كده انت فاكره هي زعلانه عشاني انت فاكره ان هي بتحبني انت حضرتك شايفه مشاكل كتير عشان كده الدنيا معاكي اوضح شويه بيجي راجل يقول لك انت فاكره انها بتحبني ولا انا فارق معاها اصلا هي همها الفلوس لو كتبت لها كل حاجه هتقول لي روح اتجوز وبيبقى بيتالم وممكن يكون كان بيحبها جدا وهي سبب في ان هي حولته بالطريقه دي حاجات كتير يا استاذه ايمن طيب عندك زوجه مشكلتها ان هي عايزه تختار له الثانيه تختار له الثانيه لا دي صعبه شويه لا مش صعبه هي كده كده يعني ملهاش في العلاقه الزوجيه قوي هي بتحب تربي عيالها اكتر فاكره لما قلنا اللي هي عايزه تتزوج لتكون ام هي عايزه تربي اولادها العلاقه الجسديه مش فارقه معاها كتير لكن هي عايزه البيت يفضل قائم كده كده هي مش هتتجوز راجل تاني ما الموضوع بالنسبه لها ده مش فارق ايوه فهي عايزه تعيش مع بيتها فهي بتقول له تزوج بس بعلمي وانا اللي اختار ليه بقى هي بتفكر كده لانه هو في النهايه لو هي تزوج واحده تانية وينجب الاولاد دي هيبقوا اخوات دي فانا لازم ياخد واحده من نفس المستوى وكان بتبقى قضيه واحده انه اختار واحده دون المستوى مش قضيتها اصلا انه هو اتجوز عليها بس دي عقله زياده عن اللزوم بقى يعني بتحسبها بطريقه تانية خالص ايه رايك طب ناخد التليفون اهلا وسهلا الو السلام عليكم وعليكم السلام اهلا ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتوره جيهان
اهلا وسهلا. ما شاء الله عليك، والله ربنا يا رب يكرمك بالكلام اللي ربنا يكرمك يا رب. بصي، هو انا بنت وعندي ظروف خاصه يعني. وايه عندك ظروف خاصه؟ تمام. هو في يعني في بس يعني حاجه كده يعني فكره ملخبطه كده شويه معايا. هو انا ايوه كان زي مرات اب وكده، بس انا مش عارفه هل ده السبب ولا ايه بالظبط. كان عندك مرات اب؟ تمام. انا ما عنديش مشكله ان انا اكون زوجه ثانيه وارفض بالاولى بشكل كبير خالص. معلش وضحي صوتك. لا الصوت مش واضح. وضحك شكله هام وانا عايزه اسمعه. معلش انا كان ضد التعدد وضد ان واحده تيجي وكده، بالعكس لو ده حصل انا استقل تماما عن الشخص، يعني اعيش ايوه لكن ابدو مستقله. تمام. وابقى مش عايزه يعني اتعامل او اختلط بشكل كبير مع الشخص. مش عايزه تكملي لو هو تزوج. الحاجه الثانيه، انا شايفه انه الاولى من حبها تزعل على اساس انه لما الراجل بيتجوز فعلا بتتضرر، والثانيه بتبقى متسلطه بطريقه فظيعه سواء كمرت اب او كضرر. والثانيه بتكون ايه؟ والثانيه بتكون ايه؟ بتبقى متسلطه. طيب الراجل طيب. مصلحتها بتمشي طيب. على ممكن تسمحي لي؟ طب خلاص انا كده فهمت السؤال، عشان بس هلحق اجاوب. عشان اسمعي الاجابه من التلفزيون. شكرا للاتصال. اولا برضو هي قالت كلمه في البدايه، قالت انا عشت مع مرات اب ويمكن رايي مبني علشان انا عشت مع مرات اب. ايوه ايوه. فهي صوره ثانيه خالص، واجهه ثانيه خالص. فهي خدت الصوره انها عايشه مع مرات اب ظالمه. فهي بنت ان النمره اثنين دايما ظالمه. ده ليس صحيح طبعا. وليست قاعده. كل زواجه وظروفها. ده بالعكس. ده عايزه اقول لك ان احيانا الثانيه بتكون احن من الام على الاولاد. وبدليل البنت اللي كلمتنا في الحلقه من كام يوم وقالت ان امها سايباها. بقى لها 15 سنه ما بتشتغلش. وعايشه مع مرات ابوها وامها بتتصل تسلم عليها البنت عندها 17 سنه ما بتهتمش بيها. وفي نفس الوقت هي عايشه مع مرات ابوها. اذا كانت مرات الاب هنا احسن من الام. صح ولا لا؟ يبقى هنا حضرتك بس محتاجه تصححي مفاهيم، انك تغيري القاعده والبرمجه اللي هي بقى قلنا عليها، البرمجه اللي اتبرمجت عليها لانها عاشت معاناه مع مرات الاب. تمام. دي حاجه. تمام. حاجه تانية، فكره انه ضرر واقع على الاولى ده شيء طبيعي. بصوا يا جماعه دي نقطه برضو مهمه، كويس ان انا افتكرتها. الزواج الثاني للاولى يعني على الاولى ابتلاء. اكيد ابتلاء وشديد. ولو الراجل يستوعب ده هيحتوي المراه في، حتى لو فكر ما بقولوش حتى تراجع، بس على الاقل هيحتوي الموقف. وهيتحمل لو عملت ايه، لان هي بتبقى فعلا يعني بالنسبه لها شيء عظيم. وابتلاء شديد جدا يحتاج الصبر والاستعانه بالله والقوه. تمام. لكن في نقطه مهمه، عشان كده لما بتيجي واحده بيجي لها زوج يعني هي تانية وبيجي لها زوج يقول لها ان هو زوج تاني، انا بقول لها كلمه واحده. لو قدرتي يعني ما تدخليش في برجليك للنار، ما تدخليش، لانها فتنه شديده وعظيمه. من اضرارها العظيمه انه ما بيحصلش عدل، ممكن واحده تكتف الثانيه وندخل في مظالم اخرى وعظيمه. طب دي جالها ده غصب عنها، الاولى الموضوع جالها غصب عنها، لكن الثانيه اختارته بارادتها. فاذا هي قد الموقف وحقها وحلال وكل حاجه، لكن هتبقي دخلتي لنفسك كده في جو تاني، ما عشتيش جواز طبيعي ودنيا طبيعيه. تمام. ويا رب اكون افدت ووفيت. ونفسي نعمل حلقه كامله واثنين للاسئله. ممكن نعملها في اخر رمضان. تمام. علشان الناس اللي بتسالنا كتير جدا جدا مش قادرين نجاوب عليهم كلهم. نجمعهم اسئله بس ان شاء الله. هنعمل يعني حلقتين كده في الاخر باذن الله. حضرتك بس قولي سؤال للمسابقه ممكن. تمام. وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، ما ذكرناش حتى النشوز والاعراض. فماذا يعني نشوز المراه؟ منعها نفسها عنه وخروجها بغير اذنه، المراه السليطه اللسان، ام كل ما سبق؟ تمام. نفس الاجابات برضو مجمعه. نفس كلام الاجابات. 30 اجابه مجمعه وصحيحه بالاسم الثلاثي والايميل ورقم التليفون. قلت ان في مفاجاه. في مفاجاه حلوه قوي. سريعا في ثانيه. هنزل الحلقات النهارده ان شاء الله. تمام. على الموقع الرسمي بتاع الاكاديميه تطوير الذات .com هتلاقوا البرنامج وتقدروا تدخلوا من خلاله على اليوتيوب. يبقى الوصول سهل جدا ان شاء الله. واسم الموقع مكتوب على الشاشه. تمام. نورتينا حبيبتي. اشكرك. ميرسي ليكوا جدا. وهستناكوا بكره برده في نفس الميعاد الساعه 2 والقعده الساعه 3. كنت معاكم ايناس كامل. سلام عليكم.